ولنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي زياد سنجري. أهلا بكم أستاذ زياد. أهلا وسهلا، حياكم الله. أستاذ زياد، ما هي المطامع التي لازالت الكتل السياسية تتصارع عليها حاليا في ظل ثورة شعبية عارمة ترفضهم وترفض كل العملية السياسية؟ لا شك أن العملية السياسية الحالية تلفظ أنفاسها بطريقة أو بأخرى، ولربما استقالة عادل عبد المهدي والتخبط السياسي والتخبط الأحزاب والميليشيات الفاسدة في العراق خير دليل على أن ما يحدث الآن في العراق هو تغيير واضح وصريح، ولربما يطول أمده أشهر لربما أكثر، ولكن بكل تأكيد التغيير قادم. هذه الأمور دفعت الطبقة السياسية إلى المطالبة بتشكيل كابينة وزارية جديدة بإخراج مبتذل وهو التفشيح محمد علاوي مع مجموعة مستقلة أو شبه مستقلة، ومع ذلك الصراع على المناصب، الصراع على الوزارات قائم وموجود، ورغم الفشل لحد هذه اللحظة على الاستحواذ على أي وزارة. بحسب المعلومات التي وصلتنا نعتقد بأن محمد توفيق علاوي رشح وجوه جديدة من خارج العملية السياسية أو وجوه غير مستعملة في العملية السياسية، كنواب سابقين أو حاليين أو كوزراء سابقين أو حاليين، أو يحاول ذلك قدر الإمكان لإرضاء المتظاهرين الذين هم يعتبروهم الخطر الأول على العملية السياسية بمطالبهم المشروعة في ساحات العز والاعتصام خلال الأشهر الماضية. لكن يرى بعض النواب أن حكومة علاوي المقبلة هي استمرار لمبدأ المحاصصة السائد في الحكومات السابقة. إلى أي مدى تظن أن تقييم النواب الحاليين لحكومة علاوي يعفيهم من مبدأ المحاصصة والطائفية التي جاءوا بها أصلاً؟ الطمع لدى الطبقة السياسية بالأموال والمكاسب، وخاصة أن حكومة محمد توفيق علاوي ينتظر منها أن تكون حكومة مؤقتة حتى إجراء انتخابات قادمة، والانتخابات القادمة ستكون صعبة بشكل كبير على الكتل السياسية، خاصة في ظل إقرار قانون الانتخابات الجديد والذي يعني المزيد من الأصوات، يعني هذا مزيد من الأموال الفاسدة لتلك الأحزاب. والآن محمد توفيق علاوي يريد أن يقدم كابينة بطريقة بأخرى بعيدة عن المحاصصة، رغم أنه لن يستطيع بكل تأكيد كون الوزارات هي مصادر أموال للفساد لتلك الأحزاب، وكون المناصب هي تمويل للحملات الانتخابية القادمة إذا ما أرادت تلك الأحزاب الاستمرار. كيف يفسر تكتم عن الأسماء التي اختارها علاوي لتشكيل الحكومية؟ محمد توفيق علاوي لا يريد حرق الأوراق، يعلم جيدا أنه بين كماشة المتظاهرين وما بين كماشة حيتان الفساد في العراق يحاول إرضاء الطرفين بتصريحات نارية ووعود المتظاهرين، وإرضاء الطبقة السياسية خلف الكواليس بطريقة أو بأخرى عبر استخدام وجوه جديدة، ولكن بكل تأكيد لن تستطيع العمل إلا وفق السياسات القديمة المتبعة من الهمولات والفساد والعقود، وخاصة الاستراتيجيات المرتبطة الطبقة السياسية الحالية مع إيران ودعم الاقتصاد الإيراني. لذلك نجد علاوي يريد استبدال لاعبين، ولكن بخطة من المدرب خامنئي والحرس الثوري الإيراني، ولا يستطيع الحكاية. احنا محمد علاوي في كلمته اليوم تحدث عن جهات في البرلمان تحاول عرقلة تمرير الحكومة، من هي الجهات المقصودة بالعرقلة وما طبيعة الخلاف القائم في مجلس النواب؟ نعم بالفعل محمد توفيق علاوي يواجه نوع من المعارضة، ولكنه بكل تأكيد يستطيع تمرير حكومته إذا ما اتفق أو من خلال الاتفاق الذي جرى بين سائرون مقتدى الصدر وبين الفتح هادي العامري في قم، ولكن الكرد لديهم ايضا بعض المطالب الاستراتيجيه التي تخص مناطقهم وعودتهم الى الماده 140 واعاده انتشار بيشمركه وحصه من النفط، ولكن اكثر المعترضين هم من الكتل السنيه الفاسده التي هي اكثر فسادا من بقيه الكتل الاخرى، باعتبار ان السنه هم اخر ما يفكرون في مصالح ممثليهم او ناخبيهم، باعتبارهم انهم اكثر الحيتان
الحقيقة لم تستطيع أن تقدم أي شيء للمحافظات المنكوبة، وشاهدنا مدى الدمار الكبير الذي حصل. لذلك هناك معارضة لحكومة محمد علاوي إذا ما تم استبعادهم من تلك المناصب والامتيازات التي يحصلون عليها الآن في ظل الميليشيات في الوضع الفصلي. هل دعاءات علاوي باختيار مستقلين في حكومتها المقبلة يمكن أن تخدع الثوار برأيك وتقنعهم؟ الحقيقة نعم، هناك مستقلين بالفعل حسب المعلومات الخاصة جدا التي وصلتني، ولكن هذه الطبقة السياسية أو هذه الكابينة لا تستطيع الاستمرار بدون دعم الطبقة السياسية الفاسدة. لذلك إذا ما تعارضت تلك المصالح ولربما بعض التصريحات من محمد توفيق علاوي تعارضت مع مقتضى الصدر، شاهدنا تلويح بسحب الثقة من حكومة محمد توفيق علاوي قبل تنصيبه كرئيس وزراء وقبل دعم كابينته الوزارية. هناك الحقيقة مثل عصب النصف، هذا ما سيحاول محمد توفيق علاوي اللعب عليه، ولكنه سينتشف للطرفين إذا ما مال لكفة دون الأخرى، وكفة الشعب أعتقد هي الكفة التي سترجح في الأخير، وهي المرجحة لأن تعيد للعراق مكانته الحقيقية وإنهاء هذه الطبقة السياسية، كون الشعب صاحب كلمة الفصل في العراق أولا وأخيرا. الإعلامي والصحفي زياد سنجري كنت معنا عبر سكايب من فيينا.